ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. حنا كنتواجدوا جماعة ولاد مطاع أمزميز، يعني كاين بعض الفاعلين الجمعويين وبعض المحسنين والجمعيات غيدخلوا الابتسامة على الأطفال، غيفرقوا عليهم ملابس ديال العيد وكذلك قفف الرمضانية. بغيتوا تفاصيل أكثر؟ أجوا معايا. احفاد سيدي علي وحماد دار الزاويه ولاد مطاع اقليم الحوز، يعني المنطقه متضرره تاعي بالزلزال وخذت حظها من الضرر، والناس متضررين كثير، مع العلم ان ما عندناش الوفيات لكن عندنا اضرار ماديه كثيره، حيث الناس كيعيشوا لهشاشه قبل الزلزال، وتوالت 5 سنين من الجفاف. الحمد لله كنشكروا الشعب المغربي قاطبة والإعلام والناس اللي كيوصلوا الصوت ديالنا واللي جاوا ساندونا في هذا المكتب ديال الله عز وجل، وكنطلبوا الله اللي ساند واللي ساهم الله يعشر خطواته والله يتقبل الهدايا ديالكم. وكنشكر الناس ديال جمعيه الخطاب وجمعيه شكرا اللي ساهموا بهذه المبادره باش يدخلوا الفرح في هذه العواشر، وفي يوم 27 بالضبط وفي رمضان وفيها مواد غذائيه وملابس ديال العيد للاطفال، لهم جزيل الشكر والله يكرم الجميع. انا متضرر من الناس اللي خاصهم الزلزال، والله تربي هو هذا الحمد لله على كل حال. اسيدي بالنسبه لهذا رمضان، لا اول قفه هي هذه، الله يكبر بكم، اول قفه عطات لكم الجمعيه هي هذه الجمعيه هذه. بالنسبه لهذا رمضان هذا عيشه راه مكرفسين بزاف، خدمه راه ما كاينه، خدمه ما كاين والو، الناس مساكن الله يكون في عون، راه حاكين بزاف، الله يجزيكم بخير، انتم تعاونتوا معهم وهاد نجات حتى هي والحاج احمد راه واقفين بزاف ومساندين هاد الناس من كل حاجه. والناس شي مبادره اخرى بحال هكا؟ لا ولدي لا لا ما كاينش بحال هادو، الله يعمر لكم الدار الصراحه. الله لا عشنا ولدي معيشه نتاع الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، عايشين ديك المعيشه كي قلتي رزيق تاع الله تبارك وتعالى، اللهم لك الحمد، الله يجازيكم بخير. لا باقي 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 الزنزال، باقي التخوف، باقي بنادم ناعس في الخزين، باقي دابا نيت ناعسين في الخزين، ماشي زعما الوليدات صغار، وباقي باقي ديك القلعه باقي نتوما، ويعاونكم ويرضي عليكم ويخطيكم بالرضا. وطيب يدقدق علينا دروك نيت اسيدي والحمد لله وشكرنا، ضرب عندنا غير والبال، ضرب غير ديك الساعه كاع مع 12. ايوا سي وليدات بينا نديرو داكشي اللي قسم لينا الله هو هذا، وراه الحمد لله بينا نبنيوهم الحمد لله والشكر لله، ودروك الله يرضي عليكم ويعزيكم ما نسيتونا، تجيبوا لنا اللي قسم الله اللي تيساعدونا، الله يجازيهم بخير والله يعاونهم ويعطيكم صحيحتكم ويعاونكم ويرضي عليكم ويغطيكم بالرضا.